تحياتنا لكم متابعينا متابعتنا عزيزين عزاتنا، الأجواء الجميلة اللي اليوم جينا من خلال ليلة من ليالي الشهر فضيل، من خلال ليلة من ليالي الشهر الكريم رمضان كريم، ينعاد عليكم الصحة والسلامة وهدات البال. مرحبا بك هلا. اليوم احنا نتواجد في بلد المزبوط، بس فتة حسيت هيك قديش في ول في محبة فيها، اللي بلش ينادي علي سليم يا باشا، واللي بيعمل زينة، واللي قاعد بيشرب قهوة. عشان هيك اليوم قررت مخلش مركز البلد، أبلش بحارة من حارات البلد. اليوم احنا موجودين في 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 في, 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 في في علوس. سك نازل من باراشوت من السماء. افتح الطريق يا باشا، افتح الطريق. لا بنزل من السماء الارض تتلقى يا باشا. شو اسم المحترم؟ بها خطيب كريم. يا مرحبا بك، يا مرحبا بك. شو عامل؟ كيف امورك؟ والله الحمد لله. شو بتعمل بحياتك غير انك هسه هيك نازل؟ والله زي تعرف هذول بنزل من الباراشوتات هيك ملبس. شو بتشتغل؟ دار للشغل. بتشتغل؟ والله نسور كومبروسات. عفي الباشا، انتو اكثر ناس قرشكو حلال علوت. عارف ليش؟ لانه ولا واحد بتخابث بالشغل. الحمد لله. العوالطة معروف عنهن، شغيلي شغيلي قرشن حلال. الله يعطيك الف عافية المحترم. لك بيت هون بعلو. والله بيتي وناسي، انتو الاجاويد والطياب. يا خطيب اسال كل يا باشا، دير بالكم علاء الخطيب. مرحبا بك يا باشا. حبيبي اخوي. يلا كمل بالباراشوت. الله يعطيك. لف 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 اعطيها. الله انا عارف حسيت شي خبطني بجري. تقول حي الزلم حي البشوات، مرحبا بكم. يلا يلا بس لنشوف الحج هون. نقول يا حجي يا حجتنا. اباشا اباشا مرحبا بك. كل عام بخير. رمضان كريم يا محترم. شو اخبارك؟ كيف انت؟ الله هدي بالكم دائما، ايامكم سعاده وهدات بال ومحبه، هيك تلتموا على خير. شو الزلم التمين هنا ما شاء الله؟ شباب على كيفك يا شباب. التموا التموا، مرحبا بالشباب. هلموا بنا. تفضل. اهلا. رمضان كريم يا محترم. شو اسم المحترم؟ شاد ابو راس. يا مرحبا بك، يا مرحبا بك. حي النشامه حي الاجويد حي الطياب. يا اخي اجواء رمضان حلوه والله حلوه. والله حلوه. يعني طلع محلى هاللم من الشباب. ها هاي غليت القهوه، طلع البخار بيطير منها طير. الحمد لله. يلا نشوف الزلم، يلا نشوف الزلم. يا مرحبا بكم، يا مرحبا بكم. حي الشباب. خلصتوا زيني ولا بعدكو؟ نيجي نساعدكم الزيني. يلا ياني جاي شوي صغيره. السلام عليكم. ها يا باشا مرحبا بك، شلونك شخبارك؟ السلام عليكم. هلا بيك يا طيب. هلا بالنشام، هلا بالجويد، هلا بالطياب، مرحبا بكم. شو يا باشا نقعد حدك شوي هيك ندردش شوي، ندردش ندردش. بس الدنيا مش لهالدرجه سقع الليله، يعني الطف شوي. لا وين. شو اسم المحترم؟ ناحش عبود يا غالي. ناحش عبود يا باشا. ليش ناحش؟ انه ناحش. انت شو اسمك؟ الحق بلبد في الباشا. ابعد عنه. لا خمس عقل. انا باشا انت باشا. لا 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 هاي. يا اخي قل لي كيف اجواء رمضان السنه؟ جنت الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. انتوا على فكره يعني انا بعرف علوط رغم شغلهن الشاق وعملهن الشاق الا انه بصوموا يعني. والله بنصوم الصراحه. والله انا بعرف يعني. ودير بالك معروف عن الفضيل يا غالي. بالضبط. الله يقدركم يا رب، الله يقدركم. يعني سلام سلام يا قضيات. بس انا بدي اقول لك شغله، لو هيك بس تصير سياسي عندكم شوي صغيره. ان شاء الله ان شاء الله خير. سياسي شوي صغير هيك. والله انتوا اطيب ناس واحسن ناس. غالي واصيل الله يسعدك. الله يديمك ويعطيك يا رب. الله يخليك. قول لي بدي اسالك سؤال. شكرا لك. شكرا. ها فنجان قهوه مليح والله. القهوه هسه هيك بركه. فنجان قهوه. قهوتكم طيبه. الله يسلمك. الله يديمك. قول لي كان في بس ماشي على السور. وقع ليش؟ وقع حدا نطزه. ايش ايش؟ لا خلص الصور، خلص الصور. والله والله القهوه طيبه يا عمي. بدي اسالك. باشا مرحبا بك يا باشا. الله يديمك. هلا بالنشامه، هلا بالاجويد، هلا بالطياب. يلا صب قهوه. ياش صب له، صار يتحذر وين صب وين ما صبش. قلت لي شو بتشتغل؟ حفار. بالحفريات. ايوه. ماخذين شركه معينه يعني ولا لا؟ والله لا. تشتغل قبول كل شو يم عند خواجات؟ لا والله عند عرب. حبش خواجات الصراحه. وقول لي يا اخي هذا موضوع مهم نعرف يعني. في مرات بكون حساب الدوله انك انت بتبحش ولا بتجهزوا المقابر وهي الاشياء؟ لا لا. ما عندي هو طبعا من القبر اللي بجهزوه اجار ودنيا الا دفع ومصاري. فاهم كيف؟ ملع باليمن. عندنا لا عندنا باجره، اغلبه باجر عندنا. طبعا بيدفعوا في ميزانيه بتيجي للبعيد الشر. بعيد الشر يعني.
باشا باشا وعناحش وعناحش وعناحش. شو فطرت اليوم؟ والله اليوم اكلت شاورما. شوي متضايق طلعت اكلت رغيف شاورما. هيك خففت شوي حاجة. كل يوم رز وطبيخ ورز وطبيخ. ملوخية ودوالي و... يا زلمة الملوخية يا استنى 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 استنى. انت عارف شو يعني صحن ملوخية؟ عارف شو يعني صحن ملوخية؟ صحن ملوخية بتحطه هيك قدامك يا باي. اسمع تمسك فلقة الحامض هيك تقزعها هوتين، بتجيب رغيف الخبز تطعج هيك شوية يا باشا. يعني أنا من إكسال، أنا من إكسال مزبوط هيك. يا مرحبا بك يا مرحبا بك. الله يمد بعماركم ويهدي بالكم. إيش لا 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 احمد عبد الله صاحبك بتعرفه على سلامته طبعا عجبك احمد والبركه انتم خير وبركه مرحبا بك. ايوه انا عمو خميس مزبوط مزبوط. الله يهدي بالكم ويعطيكم الصحه والعافيه. ارخصوا لنا الجمعه، الجمعه بعده مش جاي، خميس وقفت على خميس. مزبوط. مرحبا بكم جميعا، تصبحوا على خير، كل عام بخير، رمضان كريم يا محترمين. السلام عليكم، الله يهدي بالكم، الله يمد بعماركم. ناولنا ناولنا ناولوا ناولوا. علق علق معه علق معه. باشا مرحبا بك يا باشا. سعدك شو اخبارك؟ بحملنا السلم ولا بحملناش؟ الله اكرم. جيت لعندك. شو باشا شو بتساوي؟ بتزين؟ الحمد لله بتزين عبيل باشا. يعني هاي الاجواء الجميله من الشهر فضيل طلعت تتزين وبترتب الامور. عن جد الزينه حلوه ما شاء الله. رمضان تحب شهر رمضان؟ امين امين يا رب. والله انك مذوق وصاحب ذوق. شو بتعمل حضرتك؟ شو بتشتغل؟ احنا نشتغل بالحفريات. بالحفريات هاي بدها رباط. هنا تعال يا ولد اربطها ويلا بنظبطها. عشان ما تفلتش درباك تقع عليك. لا لا تخافش باشا. الله يعطيك الف عافيه. شو اسمك انت؟ ساهر ابو راس. ساري وساهر ساهر ساهر. فيش سهرت الليل. ايوه سهرت الليل. كل عام بخير يا باشا، رمضان كريم. يهدي بالكم ان شاء الله، دائما ايامكم سعاده. طبعا لا يا باشا يا باشا سلم لي على خالك. ايوه ايوه ايوه. يلا السلام عليكم. يلا وين نروح؟ قالوا لنا نروح على منطقه. باشا ناحش شفناه ناحش. باشا عمار بالافراح يا رب. سلم على خالك سلم. يا باشا ومكملين معاكم متابعينا من اجواء رمضان وناس رمضان واهل رمضان وحبايبنا في العلوت. السلام عليكم. دقيقه يلا دقيقتين. يعني انا مستغرب كيف انت بتشاهدني وهسه بطلت كيش تحكي معي. كل عام بخير، رمضان كريم يا المحترم. بخير وانت بخير. الله يديمك ويعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. دائما هدات البال يا رب، هدات البال ان شاء الله ان شاء الله. شو اسم المحترم؟ صبري. يا مرحبا بك صبري. ايش ابو راس؟ وين متسهل؟ الله يسهل امرك. عضه تفضل. فكرت رايح زياره عند هذا، قلنا بنيجي هيك هسه بنتبلعس شوي. لا لا عضه. الله يديمك. شو بتعمل حضرتك؟ شو بتشتغل؟ ايش بدك؟ حريات يعني. الله ريت كل عام وانت بخير. خلي لك اولادك ان شاء الله. ان شاء الله. سلام عليكم معك. يلا سلام عليكم. هلا يا باشا هلا يا باشا. راح ابيع انا معاه جوا عفي الباشا. سلام عليكم، كيف حالك؟ كيف انت؟ رمضان كريم. الله يبارك فيك. الله يسعدك ويديمك، يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا. شو بتعمل؟ ترمس فول وهي الامور؟ ايوه هات نشوف. يلا هات ورجيهم كيف تعمل هاي الترمس والفول وذوره. شو رايكم يا شباب؟ بتحبوا تاكلون عند الباشا؟ عافي الباشا. هي نحن اخرى جايين نقول له. شو هاي؟ بزله ضمامه. بزله هاي تسلقها و يا عين عليك. هاي بعد موسمها بعده ماشي؟ الحمد لله. قديش كيلتها هاي؟ والله غالي اليوم. رجعت غليان؟ هاي موضتها جديدة فاتت على سوق متابعينا. انتم بتعرفوا انه كل سنة بيطلعوا لنا اشي جديد، فالمرة هاي البزيلة اسمها؟ ضمامي. ايش؟ ضمامي. هاي زاكي. هاي زاكي. سبحان الله، في ناس بتاكلش البزيلة مع الطبيخ مع هيك بتكيف عليه، تصرف عليه حامض. شو اسم المحترم؟ محمد. محمد ايش؟ محمد ابو راس. الله يعطيك الف عافيه محمد، الله يوفقك ان شاء الله. كل ليله هون انت واقف ما شاء الله؟ ان شاء الله. اكثر شيء اخر الاسبوع دائما، جمعه سبت بكون الحركه. الله يعطيك الف عافيه، رمضان كريم. أهلا. شكرا بك. لا خلاص وصلت وصلت وصلت. يا باشا يا باشا يا باشا، كل عام بخير. الله يسعدك، كيف حالك؟ كيف الحمد لله. شو اسم المحترم؟ مالك. مالك الله يعطيك الصحه والعافيه. مالك بيصف. مالك شو بيصف؟ شو بتشتغل يا مالك؟ سمنكر. والله شو يعني بالعربي؟
مواسير. مواسير اطفائيه يعني صح؟ اه. عافية الباشا، قد عمرك ليش انت؟ 19 ونص. ما شاء الله عنك، خطبت ولا بعدك؟ لا يا زلمه بعدنا ورا عمرنا خيي. يا زلمه كيف ما انتوا عندكم بعد بكير خيي. متعمر قاعد ولا بعدك؟ اه الحمد لله خلينا نعمر وبتعرف كيف بعد بشتغل ضب قرش خيي. صحتين والله، انتوا قرشكم حلال يا هالي علو. اه والله بتتعبوا بشغلكم بتتعبوا. يا اخي بدي اسالك سؤال، اسالك سؤال هيك. سؤالي وين؟ سؤالي وين ان شاء الله؟ طبعا وين ولا شو؟ يا باشا. يا صاحبك. هلا. هلا بيقول لي في شيء صفر طويل. شو هو؟ موزي. بعدين مع الموزي كل شيء موزي. تعال يا اخي تعال تعال. اصفر طويل شو؟ شو بتتوقع ايش اصفر طويل؟ باص. برضو بينفع بس تعال قرب شوي مش باص. شو بتتوقع؟ خيط لون اصفر. خيط. خيط لون اصفر. خيط لون اصفر خلص ممتاز. طيب في شيء اصفر طويل شو؟ خيط لون اسود. خيط لون اسود؟ لا في شيء ثاني. خيال الخيط الاصفر. كل عام بخير وانت والف خير. ايمك شكرا لك. تسلم حبابك. يلا يا عمي يلا. يا باشا يا باشا ننزل من البراشوت ايات اخرى مرة لقنا. مطلع بركاته. انا اليوم قررت بما انه الناس مرات هيك بفلوا. يعطيك العافية كل عام بخير. رمضان كريم. الله هدي بالكم ان شاء الله دائما ايامكم هدات بال. لمين المحل؟ الله ريته ابو موفق ان شاء الله وتشوف على وجهه الخير. تسلم. قولي لي الاجواء الرمضانيه حلوه؟ اه طبعا. انتم من علوط وين زمان فاتحين صار لكم؟ الى 4 سنين. والامور تمام هيك كل مره عمره. هاي نوع التحلاي جديده مميز يعني كل ما لها بتمشي اكثر كل ما لها بتصير مطلوبه من الاساسيات كمان على فكره من التحلاي بالبيوت صح؟ صح طبعا. يعني الناس اليوم صارت تدور على الكريب وتدور على يعني زمان بتذكر كان في نكته واحد سافر برا فقالوا راح غمس البوزه بخبز صح؟ مزبوط. بس اليوم بالفعل احنا بناكل البوزه بايش؟ خبز. مزبوط ايها ولا ابسط منها. احنا بنتمنى لك التوفيق رمضان كريم ان شاء الله بتشوف عوج الخير المحل. تسلم علينا وعليكم يا رب. متابعينا عزيزينا عزيزاتنا لحد هنا احنا راحين نروح لفاصل وبعدها راحين نواصل. بنذكركم احنا اليوم نتواجد في علوط لحجي بتقول جن الهواء 1000 مرة طلع درجتين ومع كمان 1000 سكن على شط البحر. الجائزة هي عبارة عن ليرة ذهبية. طلع هنا ماشيين زي صف الحداي معاي هذول وين ما بروح يا عمي. يلا متابعينا ومتابعتنا عدنا نكون معاكم من جديد اكيد من خلال برنامج مرحبا بك هلا عبر قناة هلا. عدنا لنكون معاكم بالاجمل بلادنا العربية لتستمتعوا معنا ونشوف الاجواء الجميلة من خلال الناس المبسوطة اللي عايش الليلة بليالي من الشهر الفضيل من رمضان كريم. تنسوش الحجي اللي حكيت لكم عنها مرة جن الهواء 1000 مرة طلع درجتين ومع كمان 1000 سكن على شط البحر والجائزة عبارة عن ليرة ذهبية. تعالوا نشوف الناس اللي بتشتري وبتجهز حالها. مجهز حالة بعد بكير بعدنا يعني مقربين على 10 الأواخر من رمضان أو صرنا بال10 الأواخر بس يعني على العيد على العيد على العيد. يا باشا هلا يا سيدي بخير يا باشا يا سيدي وانت بخير عزمني يلا تفضل تعال نفس الله هدي بالك وين الله يسهل أمرك حبيبي يعني هنا كل عام بخير رمضان كريم. حيوا الشباب حيوا الشباب يلا كملوا معنا كملوا معنا كملوا معنا. السلام عليكم عم الحاج حبيبي الله يرضى حبابك يا المحترم الله يديمك ويعطيك الصحة والعافية حبيبي رمضان كريم يا المحترم الله اكرم ابو ايش الله هدي بالك ابو عامر الله يمد بعمرك ان شاء الله ويعطيك وتفرح بكل اولادك ان شاء الله تسلم تسلم. يعني هسه علبه بوزه هيك بالليل من ليالي رمضان طبعا بتبرر كل الحرق ايوه يا باشا ماكل الملوخيه مع فليفل طال انا عشق الملوخيه انت عارف شو صحن الملوخيه هيك خضراء مع فلقه حامض هيك لفلف عافية الباشا الله هدي البال قول لي كيف اجواء رمضان ان شاء الله وكل شيء تمام الحمد لله يا رب دائما تمام هدي بال الناس يا اللهم امين يا رب العالمين الناس تكون مبسوطه سعاده امين يا رب العالمين يلا احنا بس تفتح علبه بوزه مشان نجي تكرم عينك ريتك ساري الله يبارك بعمرك تسلم حي النشامة بارك الله فيك يا مرحبا بك يا مرحبا بك
يا باشا يا باشا يا باشا مرحبا بابا، كيف حالك؟ كيف الحمد لله رب العالمين. رمضان كريم يا المحترم. دفوت عنده، انا دفوت عنده عشان كل واحد بيجي بيشتري هسه انا بدي احاسب. انت الكرم، الله يديمك ويعطيك الصحه والعافيه. يعني هيك بس حلو الكرسي هذا، بس ما شاء الله. يعني انت لازم تحرك شوي، لازم. لا انا ليش قعدت؟ عشان ابين نفس طولك يعني. لا انت تعبان، الله يعينك. انا والله عن جد اليوم انا تعبان بصراحه اليوم. شو انت بكفي للام العربيه كلياتها من بلد لبلد لبلد؟ احنا اقول لك شغلي والله يا عمي ساجد، انا مرات بقول بدي ظن تريح بالدار هيك، اريح ليله مش ليله، بلاقي لما بطلع وبشوف الاجواء الرمضانيه وبشوف الناس نفسيتي بتتغير. الناس لك انت تنساش محبه الناس لإلك. يا رب دي نعمه جاي للأمة الى عنا. يا رب قدرني، يا رب قدر. طلع تضحك يا باشا. يا باشا مرحبا. الحمد لله انت مبسط الناس كلياتها. الحمد لله ربنا يقدرنا، ودائما ربنا يقدرنا، ربنا يقدر. عالم معروف يا باشا. الله يهدي بالك، وشايف التحلايه اشتغلت هسه. وين ناوي بكره ان شاء الله؟ الله يهدي بالك. وين ناوي على العيد؟ يلا من هسه بالفعل، قبل ما يفوت عمك ساجد بالأزمة العيد وتصير تزغرت. هذا المزبوط يا اخي. ينعاد على الام. اللهم امين يا رب. كلياتها اللهم امين يا اخي. عمي ساجد ويعم السلام بكل البلاد. اللهم امين. في ناس بتخلص حالها بكير قبل العيد اكيد، بس طريت لا، بس الناس بتضل لدقيقه 90 بضل في رونق اكثر، وبحبوا اجواء العيد. ليله العيد ليس ساعه بضلك ما شاء الله تبارك الله. احنا بنضلنا الساعه 2 3 هسه برمضان، بنضلنا دائما للساعه 1 2 ليله 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 والصبح والصبح من الساعه 9 للساعه 2 1 بتروح تنام شوي بتسكر. لا بنسكرش. بتسكرش. بنضلنا عشان نخدم الناس الطيب اللي زيك. والله انت زلمه محترم محترم. وش بقول ابو حسن؟ شو بقول؟ انت زلمه مغوار مغوار مغوار. هاي وينه يا عمي؟ وينه الباشا؟ عشان الباشا. قول لي يا اخي، عن جد هسه بدنا ناخذ الموضوع اكثر بجديه، هو موضوع الغلا اللي قاعد بيصير يا اخي. وبعدين يعني شو الحل؟ شو يعني ابو العيال الله يكون بعونه؟ عشان هيك انا يعني عبر دعوتكم بطلب من كل صاحبين المحلات بهذا الشهر يرحموا قد بيقدروا، يرحموا الناس، لان الناس وضعها صعب. وإذا أنت لاحظت أنا عملت يعني واحد من الناس اللي أنا بعرف شو أوضاع الناس، لما أنا طول السنة بعرف شو داخل البني آدم، شو فوت شو بوخد طول السنة أنا مستفيد منه. طب هذا الشهر عليه يعني كل بني آدم صاحب عيال بيصير مشترياته أكتر، التزامات أكتر، بدك ترحمه شوي صغير. عشان أنا بشهر رمضان دائما بحط بس برأس المال الربح تاعي صدقة وزكاة لكل الناس. الله أكبر. هيك أنت عندي عقيدة طول حياتي من ما فتحت المحل اليوم، أنا برمضان بعمل مفتاعيم الربح تاعي صدقة وزكاة لكل الناس. ما شاء الله تبارك الله. بوجوه النشامة والأجويد يا مرحبا بك يا مرحبا بك يا مرحبا بك. شو أخبارك؟ حي أبو حسن، حي النشامة. نورت علوت. علوت منورة بأهلها. بشوفك بالقرى، بشوفك بالمدن، علوت مشيتش عليها. يعني شو النشامة حبيبي. حي النشامة وحي العجاويد وحي النشامة. شو ابو حسن؟ والله يا زلمه انت بدي اقول لك شغله، وجهك البشوش والمحبه انت بنتعلم منك، وانا والله ولد حدك. والله ولد الخير والبركه يا باشا. لا من السوشيال ميديا يعني انتم معروفين كل الناس يعني متابعينكم كثير. مرحبا بك المحترم. حبيبي شو الاخبار؟ كيف انت عمو خميس؟ حبيبي صديقنا حبيبي حبيب الشام. هلا بيك. والله نورت علوت فيكم، اقسم لك بالله. تحي تسلم يا نوارة. واحنا بنحب نشوفكم دائما بالاجواء الرمضانيه الحلوه الجميله، ونورتوا دكان ساجد يا اخي. والله الكوت والصي خصوصي من اول رمضان يقولوا لنا نروح على علوت. انا اجيت علوت. انا وين انت بعلوت مصاروا نايمين يا عمي. فيش غير عند عمو ساجد، وانت اجيت هنا تعملتوا لنا جو. واللي احنا صلنا ساعه من اللي في علوت، خلص شوف ساعه علوت بيشتغلوا تعبين، بروحوا بياكلوا اللقمه وبتريحوا. انا بمناسبة التلفزيون الحلو، وانت انا بشكركم يعني نورت البلد. والله يعني انا كثير مبسوط بجيتك لهون. انت علم من اعلام المنطقه يعني. احنا انت غالي واصيل، وانت صديقي يا باشا. حبيبي تعرف انت لو انه لا
الناس الاطفال هاي كلياتها اللي بعلوط بتعرف انك انت جاي هون كان لسه بتلاقي انت هون مع رجاء احنا انا بيستنوكم كل دقيقه يعني علم من علم المنطقه صح احنا 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 بنقصد هيك ان شاء الله السنه الجاي راح يكون خطه ثانيه لبرنامجنا اللي بالفعل لما نروح يكون انتظار اللي يكون زي برضو حفل ترفيهي عبر قناه هلا لكل الناس صحيح. هيك ان شاء الله ناويين السنه الجاي ولكن احنا طبعا بما انه السنه بنيجي بشكل مفاجئ على البلد صحيح وانا بدعي الناس يعني الاطفال واللي بحبونا والزباين والناس كلياتها يوم الاثنين احنا عاملين حفل ترفيهي متابعينا عند عمو اهالي علوط الكرام اهالي علوط الكرام عمو ساجد يوم الاثنين حفل خيري لاولاد بلده ليجي يفضوا عن بالي رفعوا على بهاليوم الفضيل من الشهر الكريم وكمان القرى والمدن العربيه اللي حواليها طبعا ان شاء الله راح يكون في حلويات وكنافه ومشروبات وهدايا للاطفال وجايبين فرقه كمان اخرى هون الله يوفق ان شاء الله يعني انا احنا بالنسبه لنا والله دائما قناه هلا بندور على المناسبات عشان تكون الاجواء بس احنا طبعا عندنا ظروفنا الخاصه يعني لا يسعنا غير انه بالفعل نقول لكم شكرا على حسن لقائك وعلى استضافتك ابو حسن يا باشا حبيبي يا مرحبا بك يعني عمي ساجد المحترم والنشامه الاجوية قول لي شو مهنتك اليوم غير انك رايح جاي رايح سفير أنا سفير إسرائيل لتركيا أنا بدي أصير السفير كل مطعم جديد بيفتح بتركيا مطعم تركيا مجبور أجربه وأطوه وأدوقه يا أخي ليش ما جاش عندك براك على البيت يعني والله العظيم إنه أنا أبوه اتصل فيي وقال له ابني بالقدس وأنا بنفس الدقيقة كنت بالمطار باسطنبول نفس الدقيقة رحت على أوتيل البراق عنده رحت على مزبوط والتقيت معاه أنا لو قال لي قبل بيومين ثلاثة بدي يجي أجلت طبعا له يا أخي أنا بدي أسألك سؤال عن جد في واحد بيطلع على تركيا على اسطنبول بالذات باسطنبول تزعلش مني أنت فضل. أنت من عشاق اسطنبول أنا بعشق الوطن على تركيا طيب اسمع أسب أقول لك هذاك بيطلع الساعة طيارته 5 الصبح نعم الساعة 11 بالليل طيارته بتروح بنفس اليوم نعم بقول له طب يا أخي واحد طلع على اسطنبول قال لي بغضرش مش بغضرش قال لي يا أخي أنا مستغرب يعني أنا هنا أنا كنت أحب اسطنبول لأجلك طبعا أنت بتروح بتبث من خاد أجواء حلوة وكل الوقت نشوفك وكل شيء ولكن لما هذا قال لي بغضرش يشوف أجواء اسطنبول أنا نزلت من زوري إسه بدي أسألك سؤال صحيح مش بقول لك اسأل المجرب ولا تصل طبيب مزبوط ولا المجرب مش الطبيب فهمت انا تركيا رد علي شو بقول هو بيطلع شغل هو ربنا الله واحنا بنطلع شغل احنا بنطلع بمناسبه ابراهيم شورى بتعرف انه عمل دعايات لشركه سياحه وبنطلع وبنسال وبناخذ الجروبات وبنسال بالاوتيلات وبنسال الناس دائما بدوروا على الارخص الارخص والاحسن والخدمه طبعا نجيب الاشياء المنيحه للزباين يعني بعدين المناطق بكفي بفرج الناس كلها عن اسطنبول كلها المطاعم الجديده اللي بتفتح اسطنبول من ورا السفير تاعنا ابو حسن يعني انا بدي اقول لك براق صديقي كثير وابو براق كثير انا وياه اصدقاء مزبوط من شفتنا قال لي اجي على الاقصى قال لي انا جاي بشهر رمضان بس قال لي انه تاريخ فهمت علي كيف انا لو انا بدي بعرف انه بدي اجي انا ما طلعت يعني هو طلع بمطار من جولون كان بهو انا طلعت سفرت على تركيا بالنسبه برضه في ناس هسه بما انه مسافرين يشموا الهواء بتركيا وانت بما انك خبير باسطنبول في ناس على باب الله يعني خلينا نكون واقعيين نعم. يعني اللي مش صاحي بيسحبوا مصريات وهو مش داري مش عارفكم عارف بالزبط. يعني بدك تكون انت شاطر تركيا ملانه حرميه وهون نفس الشيء ملانه حرميه بدك تكون انت شاطر تكون ذكي مش بلا مؤاخذه اذا واحد طلعت على في حفله تروح وتكذب لانه بيسحبوك على منطقه وبيقشطوك مثلا يا ناس انسرقت منهم مصريات وانا بنبه وعلى طريقة إذا عدتكم كمان بنبه الواحد مش مع كل واحد يمشي مش مع كل واحد يطلع مش مع كل واحد يسهر فهمت علي كيف خفيف خليك اعرف الدنيا كيف خلي باسبورتك ومصرياتك بالأوتيل خد معك بتي 300 دولار شم الهواء خلص وارجع ارجع خد كمان طبعا مش انك تخلي مصاريك كلها وتنسرق منك يا عمي وما تروح السرقات موجودة وكل صاحي زي ما قال لك وبالنسبة للمطاعم في مطاعم اللي أسعارها مطاعم في مطاعم من أحلى مطاعم هي السورية هي التركية ملان مطاعم كل الأسعار كيف الأسعار رخيصة لأنه صارت الليرة 1476 علية الليرة يعني ما يعني بتاكل وتشرب كيف تتعشى 40-50 شيكل خصوصا للي بيعرفوا طيب يا أخي وهاي المطاعم اللي بيقولوا عنها ثقيل اللي بيطلع زي نصرت مثلا زي مطعم البراق بتعلق رب الله غالي كثير يعني واحد مثل حكايتك وحكايتي صعب يفوت عليها احنا درويش وعايشين اول باول في ناس بتحب تاكل مثلا بده يتصور بده ياكل مش مثل الاكل الشعبي والمطاعم الشعبيه رخيصه وببلاش هذا اللي انا بدور عليه انا واحد من الناس انا كنت تعرفه كنت 150 كيلو لما قصرت انا مثلا اخر مشوار على الاردن
بس دورت على مطاعم شعبية. انا شفتك ورقبتك يا باشا يا باشا يا باشا. كان فصحت بالاردن انا شفتك ورقبتك خميس. انا عازمك عندي فرح ابني ان شاء الله. هدي البال احنا لنا الشرف يلا ست ان شاء الله. انت الله رد ان الله بارك الله فيك. هدي البال شو ناوي تعمل بالعرس؟ والله عندي يعني عدة فنانين. عندي عندي غانم الأسدي، عندي موسى حافظ، أبو دياب، أبو دياب، وعندي رفعات، وعندي هاني الشاري. الله يهدي البال. عندي جرموي. حسن مش راح يقصر طبعا. أنا أبو حسن من اليوم عنده بالبيت. من 1/6 بده يكون موجود أبو حسن. بضلش على بكرة. الله يهدي البال. خميس حبيبي. الله يديمك. يعني هو برضو جواز وما فجأة بشوف بالفيسبوك كله عنده عرس وعنده وعنده. بس والله والله كثير ناس انتسر. من عارف صحيح صحيح. اهم شيء يا رب هدات البال يا رب الولفه المحبه والله والله بعد هدات البال ما في الامان السلام المحبه بين الناس الدنيا بروح المشاكل ما بتطعم خبز يا عم فيش حبيبي واحد اهل السماح ملاح السماح الواحد يسامح يسامح لله بشهر رمضان المبارك سامح يا عم انا خلي قلبك كبير انا بدي اقول لك اياها انا بدايه رمضان قلت مش راح اخلي ولا واحد يعتب علي ولا واحد صح. راح اخليه يضلوا زعلان مني كنت متخاصم انا وثلاثه بصراحه صحيح الحمد لله الحمد لله توفقنا اثنين واليوم قررت كنت رب. موكل واحد والله انا قلت له وش اظني موكل واحد صح. انت اتصلت له تلفون قلت له هيك هيك اذا انا الغلط مني انا متاسف اذا الغلط منك سامحك الله هذا الكلام السليم والله العظيم اليوم انا طالع من بلدي عملت هالشغله ونفسيتي تريحت رمضان مش بس رمضان فعل يا عمي فعل 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 الله هدي البال الله هدي البال تسامح والمحبه بين الناس حب اخوك يعني هالشخصية الشعبية هذا رمز علوط المحبة رمز التآخي رمز المودة ما حداش مزعل منه بعلوط أنا والله بحب الناس والناس بتحبني والله أنت يا عمي طلع يا زلمي يعيش حياته شو ماخذ معاه والله صحيح بتحكي صحيح الله يديمك صح والله بارك الله فيك والله انتوا نورتوا علوط ودائما بنحب نشوفكم بالبلد علوط علوط ام المحبه ام الخير ام السلام انا قلتها وبعدني بقولها العلوط قرشه حلال هو الوحيد اللي بتعب من قلبه رب مشان يجيب قرشه فيش عنده خباثه بالشغل اصيل والله متابعينا هاي الاجواء الجميله من علوط وهالحديث جرنا وجرنا وجرنا عند عمو ساجدونا وابو حسن والنشامه والاجاويد والمحترمين كلياتنا استقبلونا هنا احنا راح نتركه لنكون كمان بلد وبلد وبلد من خلال الشهر الفضيل من خلال رمضان الكريم نقول ربنا يعطيكم ترضيكم ربنا يخليكم يتبع ماركو دائما ايامكم سعاده محبه هدات بال بس تستنوا شوي بذكركم جن الهواء ألف مره طلع درجتين ومع كمان ألف سكن على شط البحر الرمز اللي اعطيتكم اياه هو مين جن في هوا مين وكمان رمز راح اعطيكم اياه بكره كمان او يعني مشان تشوفوا قديش بدنا نحاول نحلها مع بعض الجائزة عبارة عن ليرة ذهبية مقدمة من 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 برنامج مرحبا بك أنا يعطيكم العافية نشوفكم على خير وصحبة ذات بال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تصبحوا على ألف ألف خير إلى اللقاء